بسم الله. هدف هو إضاءة المنهل المستخدم. الآن منهل متحرك أسفل المنهل الوهمي. يقوم الشخص بالنزول تنفيذ عملية نزول المطلوب أسفل السرداب المستخدم. هيك بسكر؟ هيك تم. سكر المنهل من تحت، خش السرداب. لأن المنهل المتحرك في الأسفل يتم تحريكه لإهام القوة الشرطية إنه هذا عبارة عن منهل استخدم لتصريف المجاري. بسم الله. تصوير السرداب بشكل واضح. هذه الغرفة الثانية، وهذه غرفة منهل الجر، وهذه السكة اللي بيمشي عليها المنهل، وهي المنهل. اسحبه، اسحب المنهل. مسك الجوال. هذه الفتحة اللي فتحناها دخلنا السرداب، وهذه السور مدعمة زق في السرداب، وهي غرفة المنهل. بسم الله. العمق السرداب على مسافة متر تحت طبقة الخرسانة الموجودة على وجه المسافة.